قانون تنظيم هيئة الأوقاف، قانون كان محاط بالجدل، قانون ليه أهداف خاصة بالتوظيف والاستثمار لما تم في هذه الهيئة، وبالتالي تحقيق مكاسب للهيئة وللوطن. هنسمع التفاصيل الخاصة بهذا القانون وما تم حتى الآن مع ضيوفنا وضيوفكم في هنا العاصمة. برحب بالنائب شكري الجندي وكيل اللجنة الدينية في مجلس النواب، أهلا بحضرتك السيد النائب. أهلا وسهلا بحضرتك. ودكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية واللجنة العليا للإصلاح التشريعي، أهلا بحضرتك. أهلا بك وأهلا بالسيد النائب العظيم. أهلا بحضرتك والمشاهدين جميعا. أهلا بك يا فندم. وهبدأ مع سيادة النائب، ليه تعديل قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية؟ الأول احنا بننتهز الفرصة الأول وبنهني جهاز الشرطة بمناسبة عيد الشرطة القادم إن شاء الله في 25 يناير، وبنقول لكل ضابط شرطة وكل فرد شرطة كل سنة طيب، وبنقول لكل أسرة شهيد بنعمل لها تعظيم سلام، وبنقول لهم إن أنتوا أديتوا اللي عليكم وقدموا أرواح فلذات أجبتهم علشان خاطر فداء لهذا الوطن. كل سنة طيبة. هو نخش في القانون. اتفضل يا فندم. القانون بتاع والجميع طيب طبعا ومصر بخير. القانون بتاع تنظيم هيئة الأوقاف المقصود منه تنظيم العمل بتاع هيئة الأوقاف المقصود منه الاستثمار بالنسبة لمال الوقف، الاستثمار الجيد وتعظيم هذا الاستثمار عشان يعود على شعب مصر وعلى أهل مصر بالنفع. وليه؟ لأن أموال الوقف دي هي ملك لهذا الشعب. في اللجنة اللي تم إنشائها وكان ليا دور في إن أنا أول ما جيت مجلس النواب وناديت بإن لابد من لجنة لحصر أموال الأوقاف، والسيد رئيس الجمهورية مشكورا أصدر قرار بتشكيل هذه اللجنة وبعمل هذه اللجنة. اللجنة لما وكان يترأسها السيد رئيس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب وترأسها حاليا المهندس شريف إسماعيل. اللجنة لما حصرت أموال الأوقاف وصلنا لغاية دلوقتي 1,037,000,000,000، وهذا الرقم رقم مش بسيط، وأنا بقول إن هذا الرقم هيتضاعف إن شاء الله في الأيام القادمة، لأن اللجنة لسه في بداية عملها. مجهود كبير مبذول من وزارة الأوقاف سواء من السيد الوزير أو من رئيس الهيئة أو من العاملين في وزارة الأوقاف. إحنا بنطمن الشعب وبنطمن شعب مصر بالنسبة لأموال الأوقاف، فيه النهاردة فيه إدارة كاملة وفي حصر لأموال الأوقاف وعن طريق اللجنة، وما فيش تفريط عشان ما حدش يقول ده المبلغ ده مبلغ كبير وفين حقوق المصريين وفين وفين وفين. دي أصول ثابتة بتهم الشعب المصري كله وملك الشعب المصري كله، ويجب إدارتها الإدارة المنظمة. وده السبب في هذا القانون الحالي اللي احنا حاليا بصدده وبنناقشه في اللجنة الدينية. بيشترك معانا في مناقشة هذا القانون جميع الوزارات والمؤسسات المعنية بإدارة أموال الوقف، بيشترك معانا زي ما بقول الأزهر الشريف، بيشترك معانا الكنيسة، الأمور تتم على أسس، بتشترك هيئة الأوقاف، بتشترك وزارة الاستثمار، وزارة المالية، جميع الوزارات مشتركة معانا في مناقشة هذا القانون. عشان التعديل بقى الفلسفة للتعديل الجديد، ما هو سبب التعديل زي ما قلت لحضرتك كده عشان خاطر يتم إنجاز إدارة أموال الوقف وما يتوقفش إدارة الأموال على البيروقراطية اللي بتحصل في الوزارات. احنا عاوزين دلوقتي نستثمر هذا المال لصالح الشعب، نستثمر هذا المال اعلى استثمار ممكن. احنا بنقول ان احنا داخل اللجنة الدينية ومن خلال هذا القانون بنحافظ على شرط الواقف، اللي هو شرط الواقف كنص الشارع. يعني ايه شرط الواقف؟ نية الواقف في صرف هذا المال. احنا بنحافظ على نية الواقف في صرف هذا المال. عشان كده احنا بنطمن الجميع سواء هيئة كبار العلماء او اي حد في مصر ان صرف المستحقات بتاعة الواقف لن تكون إلا من خلال نية هذا الواقف. ولكن هناك بعض التغييرات حصلت على أموال الوقف، فلا بد علي إن أنا كجهة كهيئة أوقاف إن أنا أستغل أو أستبدل هذا المال في اتجاه آخر زي ما قلت سعادتك كده، لأن النهاردة بعض أموال الوقف
تغير الشكل بتاعها. بمعنى النهارده لو انا عندي بعد اللجنه ما حصلت في اموال كثيره أيوة. دخلت النهارده تحت مسمى انها اموال وقف، ما كانتش قبل كده معروف انها مال وقف. طيب دكتور عبد الله، نعم. يجوز الاستثمار في مال الوقف؟ نعم. يجوز، لانه مال الوقف ده مال عام. والمال العام لا يجوز ان يترك سدى، والواقف عاده بينقل ملكه الخاص الى الملك العام اللي هو بنسميه في لغه الفقهاء او في اصطلاح الفقهاء اللي هو نقل الملكية الشيء الخاص ليكون على حكم ملك الله عز وجل. هو ملك الله، إضافة الملك لله، ربنا ليس بحاجة إلى ملك لأنه غني عن الملك وهو غني عن العالمين، ولكن إضافة الملك لله عز وجل لتشريف الملك في ذاته ولفت الأنظار إلى أنه يجب أن يكون له دور في تنمية المجتمع وفي تنشيطه وفي رعاية الخدمات العامة في هذا المجتمع، التعليم والصحة وغير ذلك مما يريد الله عز وجل أن يقام بين الناس، لأن ربنا يريد أن يحافظ على صحة الناس وأن يحافظ على أمن الناس وأن يحافظ على ثقافة الناس وعقل الناس بالتعليم وغير ذلك. فإذا كان المال وصل إلى هذه المنطقة اللي هي منطقة النفع العام أو الحق العام، يبقى من طبعا حياة الواقف بتبقى محدودة، وهو عادة يوقف ملكه على حكم ملك الله عز وجل ليؤدي ثمرته بعد وفاته وليكون صدقة له بعد وفاته. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فهذا العمل بيؤدي إلى تحقيق هدف الوارث من ناحية، هدف الواقف من ناحية أنه يحقق له الصدقة الجارية، لأن ما نواه بهذا الوقف بيستمر في العمل وفي الإثمار وفي تحقيق النتيجة التي طلبها، وكذلك أيضا عمل الخير الذي قصده بيستمر. فأنا شايف أن تناول الوقف بهذه اللمسة المآلية اللي هو طبعا هو الحديث ده فندم عن الاستثمار في أصل الوقف ولا في العائد من الوقف؟ لا، هو ما هو العائد لا يكون إلا من إدارة طيبة واستثمار طيب، يعني الربط بين الاثنين، ربط السبب بالمسبب، ده شيء لا يقبل الفصل. يعني أنا عشان أخذ عائد طيب لابد أن أدير هذا الوقف إدارة طيبة. هم الفقهاء بيشددوا على شرط الواقف باعتبار أنه وجهة نظره يجب أن تحترم، وحتى أشجع الواقفين على استثمار أموالهم. ده نص معايا أنه لا يجوز شرعا تغيير شرط الواقف، فشرط نعم. الواقف كنص الشارع، وعلى ذلك اتفقت كلمة الفقهاء قديما وحديثا، ومن ثم لا يجوز. لا، هو اجتهاد فقهي، هو يعني أقول لحضرتك يعني لما بيقولوا أن شرط الواقف كنص الشارع مش معنى ذلك أنه يعني نص مقدس، لا، ده هو شرط يحترم احتراما واجبا ما دام الوقف بيؤدي الثمرة التي قصدها الواقف. إنما نفترض إن انحرف أداء الوقف عما يريده الواقف، وكثير زي سيادة النائب ما بيقول، وكما نرى في كثير من الصور أن فيه مثلا أراضي يبنى عليها مستشفيات أو تبنى عليها مدارس ويتضح أنها أراضي وقف. فإحنا لما نيجي نقول للذين أخذوا هذه الأراضي ادفعوا ثمنها وناخذ هذا الثمن ونقيم به شيئا آخر يحقق هدف الواقف، ده يعتبر عمل يعني مشروع ولا يعني يؤثر على ولا يتضمن تغيير لما قصده الواقف من هذا الأمر. يعني في برضو بعض الحالات في نفسه ده داعي. نعم، وبعض الحالات اتفق فيها الفقهاء المذاهب الأربعة ونصوا عليها على أنه إذا يعني أصبح الوقف غير عاجز عن إتيان الغلات أو الثمار التي ترجى منه وتبدل، يجوز بيعه واستبداله بملك آخر أو بوقف آخر يؤدي الثمرة المطلوبة أو التي قصدها الواقف من وقفه في هذا الأمر. في المذاهب الأربعة منصوص على هذا الأمر، إن الوقف إذا تعطل أو تهدم أو أصبح عاجز عن إتيان المقاصد أو المصالح التي يريدها الواقف من وقفه، يبقى يجوز استبدال الوقف. وبعدين الذي يخاطب بهذا الأمر أو بهذا الحكم الشرعي هو الدولة بواسطة وزارة الأوقاف. نظر الوقف النهاردة هو وزارة الأوقاف والدولة
والمجتمع، لأن المجتمع هو الذي يناط به إدارة المال العام عن طريق يجوز طبعا. هقول لحضرتك على حاجة، أنا النهاردة عندي وقف عبارة عن قطعة أرض فضاء داخل مدينة زي مدينة كفر الشيخ، ماشي حضرتك؟ ما هي الاستفادة اللي هتعود على ما هحقق نية الواقف ازاي اذا فضلت هذه الارض فضاء ملك لهيئة الاوقاف؟ لن تعطي اي ريع علشان خاطر احقق نية الواقف، تمام حضرتك؟ فلابد من استبدال هذا المال بمال اخر يحقق نية الواقف. هي دي مش محدد ليها العائد بتاعها هيكون ايه؟ هو حضرتك لما وقف، ده وقف كله قديم، لما وقف حضرتك ما كانتش المنطقة تحولت الى منطقة سكنية واصبح هذا المكان مكان عبارة عن قطعة ارض فضاء. انا هستفيد ايه كدولة بقطعة الارض الفضاء؟ سيظل هذا الوقف أرض فضاء ولن يستفيد به أي مواطن في مصر. أو الواقف هيستفيد، أو الواقف نفسه هيستفيد إيه؟ هو لازم يعود. فأنا لابد من استبدال هذا المال، استبداله ببيعه واستغلال هذا المال في اتجاه آخر يحقق نية الواقف ويحقق مصلحة الوطن. ده اللي بيحصل، ده المقصود. ولكن إن أنا أغير نية الواقف نفسه إن هو وقف على الأيتام، وقف على المستشفيات، وقف على المدارس، وقف على الكنيسة، على المسجد، على أي اتجاه، لا. أنا هيئة كبار العلماء متفقة مع حضراتكم في طبعا هيئة كبار العلماء متفقة على إن أنا ما أغيرش نية الواقف، إنما إن أنا أتصرف في الوقف. لا، من حق الجهة اللي هي هيئة الأوقاف إنها تتصرف في الوقف إذا كان هذا التصرف لصالح تحقيق نية الوقف. إنما إننا من النهاردة زي ما اتكلمت أنا والدكتور عبد الله، النهاردة أنا بنيت على مستشفى من المستشفيات، بنيت مستشفى الدولة نفسها، فوجئنا النهاردة بإن بعض القطع اللي الدولة بني عليها في لجنة الدكتور المهندس محلب ولجنة المهندس شريف إسماعيل إن هذه الأراضي ملك لهيئة الأوقاف. أحقق أنا شرط الواقف إزاي إن ما استبدلتش هذا المال وقلت يا وزارة الصحة أو وزارة الداخلية أو وزارة العدل أو الوزارة اللي اشترت اللي شغلت هذا المال إنها تستبدله وتديني أموال أستفيد بها وحقق شرط الواقف اللي هو النية، أحقق نية الواقف اللي هو ساعة ما وقف هذا المال كان ينتوي إن هذا المال يروح للجهة اللي هو وقف عليها هذا المال. طيب دكتور، حضرتك دلوقتي هيئة الأوقاف عندها من الأدوات، من الكوادر أو الكفاءات اللي بتساعد في استثمار رأس مال كبير وضخم زي ما الإحصائيات بتقول إنه تجاوز التريليون جنيه؟ لا طبعا أكيد عندها. أنا طبعا أعلم أن معالي الوزير الدكتور محمد مختار جمعة لديه من القدرة ومن الآليات ما يستطيع أن يحقق به هذا الهدف، لكن الفكرة أن دي مصلحة عامة، أن أجهزة الدولة كلها مسؤولة عن هذا الأمر، لأن ده مال عام، مال المجتمع، مال الدولة. يعني الحق العام ده ما احنا مش عايزين نقول ان فيه ندية بين الدولة وبين الاقتراب من هذا المال، لان الدولة في النهاية هي مين؟ ما هي الدولة هي التي ترعى المصالح العامة، وهي الان بلغة الفقه هي التي تقوم على حق الله عز وجل. الذي يرعى حق الله في المجتمع هو الحاكم لهذا المجتمع بما له من ولاية على الأجهزة والوزارات المختلفة التي تطلع بالأنشطة العامة. وعايز أقول أن دور الدولة في حراسة هذا الوقف ده دور شرعي ورئيسي. ليه؟ لأن عادة الوقف بيبقى أو أي تصرف على وجه العموم بيبقى إتيان الثمرة بتاعته في مش في 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 التصرف الحاضر. يعني قد يتصرف الواقف في الوقف وهو يرى أن مصلحة ما يعني هي المصلحة العظمى التي يوقف من أجلها ماله، لكن ثم يتضح فيما بعد ان هذه المصلحه التي راها الواقف ليست مصلحه ذات اهميه في حياه الناس كما يريد الحاكم او كما يريد اصحاب النظر او اهل الرعايه لهذا المال. مثلا كان زمان في الوقفيات المختلفه بنجد ان بعض الواقفين كان يوقف مثلا مالا كثيرا جدا جدا على الحيوانات الضاله او على الطيور او ما الى ذلك، في حين ان مثلا هذا شرط يحترم كما يقول الفقهاء. لكن لو اننا وجدنا ان هناك مثلا من البشر من يحتاجون الى هذا المال، دي مصالح
يجوز النظر فيها. وانا عايز اقول ان برضو شرط الواقف كنص الشارع، ما هو نص الشارع يعني نص قطعي، ما هو في نصوص الشارع نحن تمام. نجتهد فيها وننزلها تمام. في اطار تمام. المصلحه. يعني تمام. مش عايز نقول ايه ان نص الشارع، ان شرط الواقف كنص الشارع ان ده قران، لا ليس ممكن شرط. يتغير على حسب نعم اي يتغير جدا على حسب احتياجات، على حسب احتياجات المجتمع. ده انت بتغيريه لصالح، او اولا الواقف مجزي بنيته برضو عشان الناس يطمئنوا، لانهم بيقولوا احنا مش عايزين نغير علشان ان الناس هيخافوا من ان يتلعب في الوقف بتاعهم، وان اللي هيعملوا هذا الامر دايما احنا بننظر الى مثل هذه الامور نظره اتهام الاصلي، ان احنا بنتهم وان المال ده مش هيتغير الا لمآرب او لا. ابدا، احنا يجب ان يعلم كل واقف انه مجزي بنيته. أنا أوقفت المال ده خلاص، أنا الله عز وجل يعطيني الثواب على هذا الوقف بحسب نيتي أنا، لكن بعد الوفاة من الذي يدير هذا المال؟ من الذي يسأل عن هذا المال؟ هو بعد الوفاة انقطعت ولايته عليه وأصبح غير متصل الصلة بهذا الأمر إلا ما يعود عليه من ثواب من عند الله عز وجل بسبب المال الذي وقفه. فاللي له المسؤول عن الإدارة، بننتقل بقى من مسؤولية الوقف بقى إلى المسؤولية عن الإدارة. المسؤول عن الإدارة أمام الله عز وجل ليس هو الواقف، لأنه بموته أصبح عاجزا عن هذه الإدارة وانتهت أهليته. فمن المسؤول الذي نحاسبه ونقول له أنت مسؤول عن هذا المال، ومن واجبك أمام الله عز وجل أن تديره بحسب ما يحقق الصالح العام. يعني أنا رأيي، لو سألتني أنا رأيي الحقيقي، يجب أن يكون للدولة أو لوزارة الأوقاف أو للقائمين على الوقف شركات خاصة لها كده نظرة. هقول لحضرتك حاجة، التعليم والصحة وكثير من الخدمات الراقية التي تقيم المجتمعات بتقوم على رأس المال الأهلي أو الخاص. فإحنا إذا وجدنا أن مالا أوقف في نشاط معين وأن هذا النشاط يوجد نشاط آخر للمحافظة على صحة الخدمات الصحية، لما أنا أخذ مال الوقف وأجنده أو أخصصه للخدمات الصحية أو بحيث بالإنفاق يعني بأن أنا أقدم خدمة خاصة. صحية محترمة تتفق مع الكرامة الإنسانية، أو أن أنا أقدم مستوى تعليم، ما الذي يمنع من ذلك؟ هل يمنع الشارع من هذا؟ وأقول إن شرط الواقف كنص الشارع لا. يعني المسألة طيب المسألة تحتاج إلى اجتهاد فقهي معاصر مع المواطن. وفي نفس الوقت أنا كنت بتكلم عن الإدارة، الإدارة سيادة النائب، هو الإدارة للهيئة ولا هيبقى في شركات خاصة؟ حضرتك الإدارة هتبقى للهيئة، ومن حقها إنها تستعين بشركات خاصة زي ما بقول لحضرتك كده. لكن أنا شخصيا لي رأي آخر. اتفضل. منذ وجود الدكتور محمد مختار جمعة على رأس الوزارة، وفيه ثورة في وزارة الأوقاف بحق، يعني ده حق لابد من تقدم، يعني في تقدم في ثورة، في ثورة داخلية في وزارة الأوقاف، وفي سيستم بيتعمل لكل شيء زي ما بقول لحضرتك كده. النهارده في هيئة الأوقاف المهندس سيد محروس، وراجل قايم بدوره ودور ممتاز وبشفافية نعم. النهارده كان زمان مال الوقف مباح، والسادة الوزراء من حقه بتأشيرة صغيرة يبيح مال الوقف زي ما بقول لحضرتك كده بإجراء خاطئ، مش بنية، مش هنقول إن النية سيئة. النهاردة بعد اللي موجود حاليا أصبح النهاردة كل شيء بالمزاد وبالمزاد العلني، ووزارة الأوقاف اللي حاليا بتجير على الناس مش الناس اللي بتجير عليها. يعني الوزارة حاليا هي اللي بتيجي على الناس مش الناس اللي بتيجي عليها. أنا بقول بقى إن أموال الأوقاف ده 1.37 تريليون، وكذلك أموال الشؤون الاجتماعية اللي بتاعت المعاشات، لابد من مؤسسات اقتصادية تدير هذه الأموال زي بقول لحضرتك كده، لأن الأموال دي لو تم إدارتها بالإدارة اللي هي الصحيحة، لا هيبقى العائد بتاعها بالنسبة للمجتمع كبير جدا، خاصة زي ما الدكتور عبد الله قال دلوقتي احنا بنتكلم محتاجين في الصحة، محتاجين في التعليم، محتاجين في كل المؤسسات. هي الإدارة حقها كام في العائد؟ حق الإدارة كحق الأشخاص، حق الإدارة كم في المية شرعا؟ لم يعطوا يا فندم أي حاجة، ده بيتقاضى، ده بيتقاضى يا فندم، ده بيتقاضى يا فندم، ده بيتقاضى يا فندم، بيتقاضى مرتبات دون أي فوائد، ما بياخدش فوائد على، ما بياخدش أي حوافز. أقول لحضرتك على حاجة، وما فيش حاجة داخلة لإيده،
يعني مفيش حاجه داخله تحت ايده فهيخصم منها لنفسه او عموله. لا او عموله، لا لا لا، الكلام ده مش موجود خالص في هذا العمل. ولا احنا حضرتك داخل هذا العمل ومفيش الكلام ده خالص، ومراقبين له، مفيش الكلام اللي بيتوقعه المواطن عنده هو قاعد، لا مفيش الكلام ده نهائي. لا، اموال الوقف متحافظ عليها زي ما بقول لحضرتك على حاجه، لكن دي اموال كبيره، والمفروض ان يبقى فيه مؤسسات اقتصاديه تدير مال الوقف وتدير اموال المعاشات، برضو مؤسسات اقتصاديه في مصر. يا ريت السيد رئيس الوزراء والسيد وزير الاوقاف نعمل مؤسسه اقتصاديه كبيره لاداره مال الوقف. لكن هقول لحضرتك على حاجه، القائمين على العمل بيأدوا عملهم وبامتياز وبامتياز، لكن انا بقول مؤسسه اقتصاديه ليه؟ عشان يبقى في افكار اخرى يتم طرحها يستفيد بها المواطن. لكن انا بطمن المواطن، لا ما حدش بيجي ناحيه حاجه بالنسبه لمال الوقف، مال الوقف ما بيتاخدش منه حاجه لحد، ما حدش يقعد يقول اي كلام وهو قاعد مكانه، لا انا بطمن الجميع لان دي اموالهم ولهم حق برضه ان هم يطمئنوا عليه. ازاي نحسن الاداره؟ نحسن الاداره انا بقول لحضرتك اهوت بعمل مؤسسات عندها حضرتك خبرة في هذه الإدارة، والوزير بيحاول، وأنا بقول لرئيس الوزراء لابد أن يبقى فيه مؤسسة اقتصادية تدير مال الوقف وكذلك تدير النهاردة بالنسبة لهيئة المعاشات، لأن وزارة التضامن عليها أعباء وأعباء كثيرة جدا، فلابد من إدارة جيدة لأموال المعاشات علشان خاطر نقدر نحقق الفايدة بالنسبة للمجتمع وبالنسبة لشعب مصر كاملا في المال ده والمال ده. لكن الناس اللي شغالة لا، بيبذلوا مجهود، ومجهود نقول لهم شكرا على هذا الأداء، لكن احنا عاوزين نوصل للأمثل وللأفضل اللي المجتمع كله يستفيد منه. هو ممكن انه يكون في شركات خاصه للاداره، يعني البعض بيشكك في قدره الهيئه على الاداره، على اداره تلك الاصول، علشان كده بنستفسر بقوه هل متاح انه يكون في الخبره من يساهم من يساعد، ولا ده مش موجود؟ الخير موجود والعقول موجوده مواهب موجودة، والشركات دي ما هي عبارة عن أشخاص، ما هو الذي يدير الحياة إما أن يكون شخص طبيعي أو شخص معنوي متمثل في الشركات والهيئات والمؤسسات التي تقوم على هذا الأمر. والشركات لها آليات كثيرة قادرة على أن تدير، والنهاردة مسألة الإدارة ما عادتش بتعتمد على الطاقة البشرية أو الفكر البشري بقدر ما تعتمد على وسائل التكنولوجيا الحديثة، وسائل اللي هي التسجيل الرقمي وغير ذلك من المخترعات الحديثة، هي التي تدير وهي التي تبين الخلل وهي التي تظهر الأمور التي تحتاج إلى إصلاح. ما عادتش الرقابة أو الإدارة صعبة كما كان في الماضي بتعتمد على المواهب الشخصية أو الذاتية للإنسان الطبيعي، النهاردة بقى فيه كيانات اقتصادية، بقى فيه أشخاص طبيعية أو أشخاص معنوية بتدير وتستطيع أن تستثمر أضعاف بل مئات أضعاف أموال الأوقاف الموجودة في مصر وفي غيرها من الدول الإسلامية، تستطيع أن تدير هذا الكم من المال وتوجهه التوجيه الأمثل لما يحقق المصلحة العامة أو يحقق هدف الواقفين، لأن الواقفين دول الحقيقة يعني أنا أعتقد أن ثوابهم عند الله عز وجل ثواب عظيم، لأنهم آثروا المجتمع أو آثروا المصلحة العامة بمالهم الخاص. شوف قد إيه إحنا بنشوف ناس بيتورطوا في الاختلاسات وفي السرقات وفي الفساد من أجل أن يجمعوا المال العام بالحرام ليكتنزوه أو ليجعلوه لأنفسهم. دول بقى على العكس، يعني هذه شريحة يجب أن تذكر فتشكر، لأنه دول الناس بيضحوا في سبيل إيه؟ في سبيل أنه هو بيقدم فكرة جليلة. وعلى فكرة الإحسان والتصدق وفعل الخيرات ربنا سبحانه وتعالى وسع على الفاعل توسعة كبيرة، حتى قال ما على المحسنين من سبيل، يعني الذي يفعل الإحسان يستطيع أن يحصل ثواب الله عز وجل حتى ولو لم يصب الهدف الذي من أجله قد مثلا قصد فعل الخير، أو في موضوعنا قصد الوقف عليه أو من أجله. وبالتالي أنا عايز أقول إن إذا أوقف الإنسان أو إذا وقف الإنسان وقفا وحصل نوع من التناقض أو من الخلل في تحقيق المقصد الذي كان يريده،
هو مأجور عليه من الله تبارك وتعالى، والمسؤولية عن الخلل في الإدارة أو عن حسن استثمار هذا المال بيسأل عنها القائم على هذا الأمر، دون أن يخل ذلك بحق الواقف علشان يطمئن الواقفون ولا تقل حركة الوقف، لأن الوقف ده أصبح أمر ضروري جدا جدا للمجتمعات الإسلامية والإنسانية على وجه العموم. إنه إذا كان الوقف فكرة إسلامية لاستثمار المال أو نوع من أنواع المعاملات التي شرعت في التشريع الإسلامي من أجل أن يستثمر المال، فده يعتبر مجال خير كتير جدا جدا للأموات وللأحياء. هو لازم فتوى أو محتاجين لفتوى لتوجيه الأموال لإنفاقها في مصلحة المجتمع أو في أوقات صعبة زي موجة الصقيع اللي مرينا بيها، ممكن نخدم الناس؟ مش لازم فتوى، هو ما احنا عندنا أصبح النهاردة كل أمر يحتاج إلى فتوى. بعض الناس إذا أرادوا أن يشربوا ماء مثلجا سألوا عن فتوى في حكم شرب الماء المثلج. النهاردة أصبح فيه نوع من الـ يعني الـ الاعتماد على الفتوى، الاعتماد على الفتوى ده شيء احنا شايفين الحالة كده، ان أصبح بعض الناس عندهم يعني لا يطمئنون إلا إذا علموا أن هذا الأمر موافق للدين، وهي الحقيقة يعني توجه طيب. فضل سيادة اللواء. فضل دكتور حضرتك، انفاق مال الوقف في الوقت الحالي احنا شايفين انه بيستخدم لصالح المواطن زي ما بقول لحضرتك كده، لكن انا عندي، انا بقول للسيد الوزير احنا بنوجه الشكر للمهندس سيد محروس، بنوجه الشكر للاداره اللي موجوده في حصر اموال الوقف والحفاظ على الاموال، لكن احنا بنقول برضه لينا احنا موجودين النهارده دكتور عبد الله عشان خاطر المواطن وعشان خاطر المؤسسه اللي هي هيئه الاوقاف، وعشان خاطر الاموال دي اموال المواطنين واموال شعب مصر. النهارده في طريقه محاسبه وزاره الاوقاف مع المواطن، لان بعض القرى اتضح ان بعض القرى كامله هي ملك هيئه الاوقاف. صحيح. انا النهارده فوجئت بان البيت اللي انا قاعد عليه وبني عليه 3 4 5 ادوار بيقول ان الارض دي ارض اوقاف. النهارده في التعامل وزاره الاوقاف مع صاحب البيت النهارده بتاجر لي باثر رجعي وبتكتبه تنازل عن البيت اللي هو قاعد عليه اللي هو بناه، وما كانش هو يعلم ان هو ملكه وملك جده وملك مورثه وما فيش شريك تاني معاه. فوجئ بان وزاره الاوقاف النهارده بتقول له ده الارض دي ارضي ودي ارض وقف. احنا بنقول للسيد الوزير الايجارات تتم على الارض فقط، وتتم ما تتمش باثر رجعي، وتتم بتاريخ اللي اكتشف فيه ان دي ارض اوقاف زي بقول لسعادتك كده. الحاجه الثانيه برضه ان انت اما تيجي بيع لي الارض وما تقعدش رب الاسره في اضطراب نفسي لان الارض طلعت ارض اوقاف، وبعدين انت بتاخدوا عليه احكام والناس بتبقى قاعده مضطربه وقاعده متوتره. طب غالبيه هيطلع في الاخر تلت اراضي المجتمع هتطلع ارض اوقاف. الحل ايه حضرتك؟ الناس دي تبقى قاعده مضطربه والحاله النفسيه في البيوت بتعود بيرجع مردودها على الاسره كامله، لان انا فوجئت بان الارض اللي انا بنيت عليها وولادي عامل حسابي ان انا بنيت لولادي طلعت ارض اوقاف. لا، الوزاره بقى ما تاجرش بتاريخ باثر رجعي بالنسبه للايجار. الحاجه الثانيه سرعه البيع لصاحب البيت ده، والبيع بثمن المثل وبتقسيط في مده معينه، لان انا راجل النهارده ده امر طارئ بالنسبه لي كرب اسره. ما ينفعش حضرتك ان انا اقول له تنازل عن المباني وارجع اجر له بالمتر بعدد الادوار. وطريقه انت النهارده احنا بنقول لك انت تكون حريص على مال الوقف، بس ما تكونش حريص على مال الوقف. طيب بدرجة. اخيرا هو تم استثناء وقف الكنيسه الارثوذكسيه من التبعيه واشراف الهيئه؟ حضرتك بالنسبه للكنيسه الارثوذكسيه السيد الرئيس جمال عبد الناصر سنه 62 اصدر قرار باستثنائها، وده سبب استثنائها في القانون الحالي، ان في قرار من الرئيس جمال عبد الناصر باستثناء طائفه الارثوذكس. تمام حضرتك؟ وده السبب في هذا الاستثناء اللي موجود. برضه استثني الاموال بتاعه الاوقاف اللي بيديرها هيئه الاصلاح الزراعي. الاوقاف اللي بيديرها هيئه الاصلاح الزراعي دي مستثناه من اداره الهيئه الى حين ما ينتهي قانون الرد وتعود هذه الأموال مرة تانية لهيئة الأوقاف، حدير هيئة الأوقاف، لكن هي حاليا طالما إنها تحت يدي الإصلاح الزراعي فهيئة الإصلاح الزراعي بتديرها في الفترة الحالية.
هو بس ليها تعقيب على حكايه وقف الكنيسه الارثوذكسيه. وطبعا الامر ليس فيه ما يدعو الى الغرابه، لان الوقف شان ديني تنظمه الاحكام الدينيه التي ينتمي اليها هذا الوقف. تمام. فانا مش عايز ندخل دي في دي. من حق الكنيسه الارثوذكسيه ان تدير وقفها. ليه؟ لان الوقف شان ديني، والشان الديني دايما بيحكمه النظام الديني الذي وقف هذا الوقف في ظله ومن اجله. فلا يجوز الخلط بين الامرين، ولا نقول ان الكنيسه الارثوذكسيه اعطيت الحق في اداره الوقف، وانك هذه مساله لا يجوز الخلط فيها. فهذا امر يرتبط بالعقيده الدينيه او بالاحكام الدينيه، وطالما انه يتبع الاحكام الدينيه فمن حق اصحاب الديانات ان يديروا وقفهم بحسب ما تنص عليه الديانه الضوابط اللي عندهم، وكذلك الازهر الشريف. وكذلك الازهر الشريف له حق اداره، فله حق اداره هذا الوقف، اداره الوقف. فاحنا عايزين نقول ان الاوقاف التي ليست لها إدارة خاصة منصوص عليها بقانون أو بحكم نظام ديني أو ما إلى ذلك، هذه تخضع لإدارة المجتمع عن طريق هيئة الأوقاف وعن طريق الأجهزة أجهزة الدولة، لأن هيئة الأوقاف لا تدير وحدها. أصبح النهاردة الدولة كلها عينيها على هذا الموضوع. أنا عايز أقول حاجة قبل ما نختم يا سيادة النائب. إن يجب أن نعطي هذا الأمر أهمية فائقة وبالغة، لأن المجتمعات التي تقدمت ما تقدمت إلا بالجهود المالية الخاصة. الوقف هو الذي نمى التعليم، وهو الذي نمى البحث العلمي، وهو الذي نمى الصحة في المجتمعات الغربية. معظم الجامعات الراقية في تعليمها في أمريكا وفي أوروبا ساهم فيها الوقف. شكرا جزيلا. نعم. دكتور. شكرا دكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية. في كلمة أخيرة كنت حضرتك عايز تضيفها. احنا بنقول ان دي هيئة الأوقاف المصرية تخص كل المصريين، مسلم وتخص المسيحي، وأموالها بتتصرف على المواطنين المصريين. نعم. والمجتمع بأطيافه وطوائفه، مش على حد بعينه. نعم. البيوت اللي بناها الوزير اتبنت للمسلمين والمسيحيين. المستشفيات اللي بتتبنى للمسلمين للمصريين جميعا. المؤسسات جميعاً. المدارس اللي اتعملت عن طريق الأوقاف بتعمل للمصريين جميعا. فدي هيئة الأوقاف المصرية، وأنا مع وسنظل محتفظين وسنظل سعداء بكلمة المصرية. شكرا. نعم. جزيلا. نعم. النائب شكر الجندي وكيل اللجنة الدينية في مجلس النواب. شكرا يا فندم. شكرا مرة تانية دكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية. بعد فاصل قصير، استعداد الحدائق الأرمان والأسماك وحديقة الحيوان للأجازات، وأهم التطورات والتجديدات، لأنها واحدة طبعا من الأمور الهامة لكل مواطن، خاصة في أيام الأجازات بتكون هي الهدف للخروجات بقى والتنزه. خليكم معنا بعد الفاصل، حوار رئيسي عن كل ما هو جديد في أهم الأماكن اللي بيتجه ليها المواطن في مصر في أيام الأجازات. خليكم معنا.